بون سيدي قلنا السلام عليكم ومرحبا بكم. كيما تشوفوا الطقس اليوم في اليوم بالضبط 12 جوان، مطر تصب خيتين من السماء ما شاء الله، وغدوه 13 جوان نهار اللي باش نمشيو للمسجد. اول مره كريم باش يمشي يصطاد الحوت في فرنسا على شاطئ البحر، اول مره في حياتي بعد 14 سنه غربه باش نمشي للمياه المالحه نتاع فرنسا باش نصطادوا لاول مره. كريم نو نورمالمون انا حكايه باش نحكيها لكم على كريم نو اللي هو انا، تو من بعد نعاود نحكيها لكم. تو 12 جوان للتوقيت 7 بوقت فرنسا 6 بوقت تونس، المطر تصب خيتين من السماء. محمد صاحبي تو باش نكلمه، مازلنا ما نعرفوش اسكون كونفيرمي والغدوه ولا لا. الميتيو حسب الطقس باهيه بالنسبه للغدوه في البلاصه اللي باش نمشيو فيها، تابعونا ونرجع لكم في الفيديو من بعد. هاي محمد داي شوف لهنا في البلان تي سي ال حاطوا لك الشمس ودنيا صافيه على البحر، غدوه بقدره ربي تبحيره غوله. شوف الطقس، شفتوا لهنا في اليوم كيفاش هاي مطر تصب ريتها، مطر تصب وماكله بعضها، وبقدره ربي غدوه مشينا بحر وتبحيره غوله. هاي خويا هذا اليوم اخر نهار في الخدمه، وغدوه ديريكسيون كاب تاغ ولا غوداكت. بالنسبة لكريم نو، كل ما كنت مبرمج في تونس مع عم محمد نسيب مهدي خويا، كي باش نقصدوا ربي باش نعملوا خرجة متاع مسجد، كان باش نخرجوا بالبطو مع صاحبه وإلا على شط البحر. تبدا الجمعة اللي نكلموا فيها مثلا كيما اليوم، يبدا الطقس جميل وشمس وخويا كعبة ريح لا ما فماش، نبرمجوا نهار الخميس الجاي، تبدا النهار يقرب بشوية بشوية ويتقلب الطقس وتولي عجاج ومطر والدنيا، ومش مره مش اثنين برمجنا وصار الطقس كيفنا كي. سماني عمي محمد نسيب مهدي كريم نو. لو بروغرام نتاع غدوه 13 جوان البلاصه اسمها غوداك، جاي التراجي يتكلف غازوال وبياج. خونا محمد يرحم والديه هو يعرف الثنيه ويعرف البلاصه، كرينا دار ليلتين، الليلة ب 30 اورو، دونك تتكلف لنا للزوز كل واحد مشي وجاي واللوكاسيون تاع الدار 200 اورو، نزيدو فهمني الدود لي زابا نتاعنا، كل واحد يشري على قدر معناها على قدره وكهو ربي يسهل. باهي توا باش نكلمو محمد في داره وان شاء الله يجاوبنا خاطر ان شاء الله يخدم ولا لا، نسالو شنو على البروجرام تاع غدوة كيفاش. وي يا حمد السلام عليكم. خدام ولا مش خدام؟ وي باهي نزيد نكلمك شويه اخر مالك. نو مي سيرج فازي اكوت. هاي على بون سيدي قلنا السلام عليكم ومرحبا بكم. كيما تشوفوا الطقس اليوم تصب خيتين من السماء ما شاء الله، وغدوه